برنامج شامل لخريطة الكويت يتيح للمستخدمين البحث عن العناوين ومن ثم الوصول إليها من خلال الرقم الآلي للعنوان الموجود على اللوحة الملصقة على المباني والوحدات والقسائم بشتى أنواعها. المغردون تفاعلوا اليوم مع إطلاق الهيئة العامة للمعلومات المدنية الكويتية النسخة الجديدة من تطبيق كويت فايندر الثالث للأجهزة الذكية، وذلك بعد إعادة بنائه باستخدام أحدث اللغات البرمجية ليتماشى مع التطوير المستمر الذي تقوم به الهيئة لخدمة الكثير من المستخدمين.